للرياضة فائدة على صحة الإنسان، لا ينحصر ذكرها في مجرد دقائق، لكن متى تصبح الرياضة ضارة؟ يحتاج الإنسان بطبعه إلى النشاط البدني عبر الرياضة التي قد تنعكس عليه بمرونة أعلى وقدرة أكبر وعمر ربما أطول، إلا أن تنفيذها بكيفية خاطئة أو وقت غير صحيح قد تكلف صاحبها المضرة، مثل أن تمارس في موضع إصابة أو في توقيت مرضي. ليس ذلك فحسب، بل إن بعض الرياضات تستوجب الحيطة والحذر لأن الخطأ فيها قد يكلف كثيراً. عموماً لا تقتصر الرياضة على لعبة بعينها أو تمرينات معينة، فمصطلح الرياضة شامل وواسع، مع التأكيد على أن الرياضة بطبعها مفيدة للإنسان صحياً وجسدياً ونفسياً. وأنت؟ ما هي الرياضة التي تفضل ممارستها؟